السلام عليكم. رضا من مدينة قنيطرة، 27 سنة. واحد المشكل طايح فيه اللي كبير بزاف، انني ديجا كنت مجوج بواحد السيدة ودرنا طلاق قبل البناء. المهم كيفاش درتو طلاق قبل البناء باش ما نحاول ما نزربش عليكم. المشكل ديال الطلاق قبل البناء، واحد السيدة تزوجت بها، المهم خطبتها بالكاغيط بكل شيء، جميع الوثائق. المهم واحد اليوم تقبلت في الكابلاج، باقي ما روحت حتى شي حاجة، ما جاتش عندي للدار. قالت لكم ما بغيتها تخدم عليا، قلت لها ماشي مشكل. قالت لك ديروا طلاق اتفاقي، درنا طلاق اتفاقي وطلاق قبل البناء، تفارقنا صافي. وطلع لي الدم تاع الصب، جيت ريحت مع واحد 9 ديال الدراري وانا هو العاشر، ريحت معاهم فرس، انا شربت معاهم. هذا هو الغلط اللي ارتكبته في حياتي وباقي ندم عليه الى يومنا هذا. ريحت شربت مع دوك الدراري، عيطات لي واحد النمره بواحد الرقم ما تنعرفوش، قالت لي السلام كنشوفك كتعجبني، هذه بغيت نتعرف عليك. انا في حاله سكر، جات لعندي بحال هكا، انها شافتني سلمت علينا بحال هكا من الفيزاج، حنا 9 ديال الدراري انا وك مات 10، سلمت علينا كاملين وقالت لي انا شتيني كيفاش داير، دابا انت ماشي هو داك، المهم حتى الغدا تكون هو داك ونجي نهضر معاك. قلت لها ماشي مشكل. مشات في حالاتها لغت ليه، تتصوني ليا في الصباح، قلت لها اختي انا ما بغيتش نتزوج، ما تنفكر حتى شي حاجه بصفه نهائيه. قالت لي بهذا الاسلوب غادي ندمك. ما فهمتش انا هذه القضيه ديال غادي ندمك، ما فهمتش انا كيفاش. وجات قلت لها صافي ندميني، جات في العشيه هي وامها، جات عندي بحال هكا للدار، قالت لي خذ بنتي ولا ندوك فين تربى. وهذوك الناس اغنياء، خذ بنتي ودوك فاش تربى. بزاف الناس يقولوا لي علاش كاين التحاليل، كاين الخبره، كاينه كاين كاين كاين. اخوتي راه كاينين، ماشي ما كاينش، انا ما كنقولش لكم ما كاينينش، راه كاينين. ولكن انا يا انسان خدام ب 70 درهم انا تنصرف على دارنا ودار على والديا، كيفاش انا غنمشي ندير تحاليل ولا غنثبت ولا غندير؟ ما عندي حتى شي حاجه، ما عندي لا فلوس ما عندي حتى شي حاجه، وما الناس لاباس لهم كلشي كيديروا بالفلوس. قلت لها خالتي راه ما عندي باش نتزوج، ما عندي باش ندير حتى شي حاجه. قلت لها ما سخوك كلشي على حسابي. خديت ديك السيده قالت لي ما حوايج الخطوبه صيفطاتهم لي ما، قالت لي صيفطهم لك في لومبالاج، جابتهم لي في لومبالاج للدار الحوايج كاملين ديال الخطوبه، وخديت دوك الحوايج وبيهم ديتهم ليها وخطبتهم بها دوك الحوايج. في ظرف ديال السيمانه تزوجت فيها، مستحيل تقول لك ويتقبل على الاقل سيمانه تزوج فيها، يومين ثلاث ايام قالت لك وجد اوراقك ديال الزواج، وجدت اوراقي فعلا. وفي فتره قصيره مثلا 4 ايام وخمس ايام قالت لك جي ضرب مع بنتي الكاغيط، وضربت مع بنتي الكاغيط، مخلصين هما الكاغيط مخلصين كل شيء. ملي كنت غادي راجع للدار جات عطاوني هادو، عطاوني حوايج ديال كوستيم وصباط وكرافات، دوك الحوايج ديال العريس. خديت دوك الحوايج ديال العريس فحال هكا جبتهم للدار، تخيلوا معايا كيفاش انسان ناعس. الو السلام عليكم، رضا نعم، نوض بس حوايجك واجي عندنا العرس، العرس بادي. نضت مشيت عندهم داك العرس، حضرت معاهم ماشي شنو، ما عندي حتى شي ريال، درهم ونص اللي كاينه في جيبي. نضت مشيت ركبت في الطوبيس 30 هنا من مدينه قنيطره، وهبطوني في النص ديال الطريق لي كونترول، وهجموا قطعش ورقه، وكملت ديك الطريق كامله على رجليا، ومشيت حضرت معاهم داك العرس، روحت كل شيء. نحاول نزرب لكم القصه بما امكن. وخديت ديك السيده وتقولوا لي حق انني روحت كاع للدار ولقيتها اصلا امراه ماشي بنت، اصلا ديجا ان كانت ماشي واحد من قبل مني. وحاجه ثانيه في الليله ديال الدخله، فاش كنزيد نتصدم كثر كيقول لك الانسان الليله ديال الدخله خصك انت تدخل على مرتك. نويت انني على اساس انني ندخل عليها، قلت لها نمشي نشرب ونجي، جيت رجعت لقيتها محيده حوايجها على اساس الليله ديال الدخله. ما ليناش تنتفاجئ كامله وشام، هذه شي حاجه تصدمت فيها اكثر، في يديها في ظهرها انا في كتافها في صبعين ديال يديها كلها وشامات، هذاك الشيء ما كنتش شايفه انا كاع بصفه نهائيه. قلت لها بنت الناس اش هذا الشيء فك؟ قالت لي الشيء كان فيا شحال هذه، انت ما كتشتي فيا اليوم، واصلا انت قابله عليا كما انا، شنو دير؟ وانا بقيت عارف راسي، انا اقسم بالله بقيت عارف راسي واش واخد مراه ولا واخد دري. وخديتها وقسما بالله وسترتها انها مراه، وسترت داك الوشام كامل وسترت كل شيء. الشرط الوحيد اللي شرطوا عليا هو انني ما نحبسهاش من الخدمه ونخليها خدامه، وخليتها خدامه. وهذيك السيده اللي طلقت انا من قبل خدامه معها في نفس البلاصه، كيمشيو في توقيت واحد وكيجيو في توقيت واحد. اذا هذيك اللي طلقتها من قبل علاش كتجي وهذه ما كتجيش؟ هذيك كتقول لي خدامه 12 ساعه والاخرى خدامه 8 سوايع، هما كيخدموا 8 سوايع. وصبرت على داك الشيء، الو رضا مرتك مع فلان، الو رضا راه مرتك تتشي مع فلان، الو شكون هو فلان ودحوم حتى ساكن حداها في المنطقه اللي ساكنه فيها هي. وكنكذب تنكذب. واحد النهار خدام بحال هكا، انا كنخدم في البني في 70 درهم، كنمد واحد المعلم تيخلط بحال هكا، كيخلط تيخلط السيما وداك الشيء، كنمد له كيبني الحيوطه وكيعمر داك الشيء ديال البلاكارات، تنمد له في البني. عيطت لي واحد النمر ابيل في الواتساب، جاوبت الو السلام عليكم، وعليكم السلام خويا، فتح الابيل، فتحت الابيل ما ديك النمره فتحت ديك الابيل، ولقيت داك السيده اللي انا مزوج بها غاده في داك الموتور مع داك الانسان اللي ساكن حداهم غادي مع الشارع.
ولكن تعصبت بزاف قسما بالله. عندي موطور هبطت ما رد داك الموطور جاي، ربي لي عالم بيا. وصلت ضربت في كاميو ديال البوطه تشتت داك الموطور. اخر حاجه بين عينيا ديك الطق طق بين عيني هادي اللي شفت، وداك التليفون ملي كنت نضرب ديك ابل فيديو كنت نشدو بحال هكا وكنت نحاول نسكريني داك الابل. عادي دليل بعدا عندي حيت ما عندي حتى شي دليل. ملي درت كسيده مشيت للتليفون اللي درت كسيده التليفون بعدا ما لقيتوش، بسطام حتى هو ما لقيتوش، لاكارت حتى هو ما لقيتوش، يلاه عاودت لاكارت ناسيونال، داكشي كامل ما لقيتوش كاع، كلشي مشى ليا في كسيده. فقت في السبيطار لقيت الام ديالها، دوك البيت الناس اللي شرات وداكشي كامل، الحوايج اللي كتعلق ببنتها كلهم جمعتهم وداتهم هكا، داتهم للدار عندها. وانايا خرجت من السبيطار واتصلت بيا رقم مجهول، تفاجات لقيت هذيك السيده اصلا اللي كانت مزوج بها، قالت لي انايا راه هنا في اسبانيا، وحرقات اما هي وصاحبها. والسيده كتقول انا دابا في اسبانيا وعايشه حياتي مع سيدك بخير عليا وعايشه حياتي، انت سير طلق ولا دبر راسك، انا ماشي سوقيفك ودير اللي بغيتي، انا حياتي رانا عايشه مع سيدك. ملي مشيت عند امها كنطلب فيها تنقول لها هادشي، قالت لي اما انا هادشي كله درته على اساس انني باش نسد الناس في امهم بكلمه بنتي راه تزوجات، ولكن بنتي ما حمدتش الله هنايا، اللهم انت منا نصيفطها ليه. وتقولوا لي هي ما كاين اللي عاونها، لا بالعكس، ليا كاينه اختها مزوجه تما، كاين اللي عاونها وكاين اللي استقبلها هي وداك اللي مشات معاه. بديت نطلع للمحكمة، بغيت غنطلق، بغيت نتفك منها، كل مرة كنرفع دعوة ديال الطلاق أنني باش نتفك من الدعوة. وصلت حاليا وصلت لخمسة ديال الدعاوي وستة دخلت فيها محامي، كندير خمسة ديال الدعوي. خصني دابا أنا خدام 70 درهم، خصني مثلا نطي للوالدية 200 درهم، ومية درهم خصني نصرف على راسي، ومية درهم خصني نخزنها باش نجمع المبلغ ديال هذيك 400 ل 500 درهم باش نمشي للمحكمة. إذا خصني دابا نخدم خمسة ديال السيمانات باش كل سيمانة كنحيد منها 100 درهم باش نكمل المبلغ ديال 500 درهم باش نصايب مقال ونمشي للمحكمة وندفع داك المسائل كاملين. ولكن الحاجة اللي خايبة اللي كتزيد تعصبني أكثر ما هي؟ يعني أنك أنت ملي كتمشي مثلا أنك ترفع دعوة في المحكمة، شي نهار لما قدرتيش تنطلب المعلم تنقول له مشي الله يرحم الوالد عندي واحد الشغيل، تيقول لي ما تمشيش، كنت كنعاود نمشي نسول الدواء كنلقاه ترفضات. عاوتاني الا مشيت شي معلم طلبته تيقول لي صافي مشي مشكله ولدي سير قضي شغلك، كنمشي نقضي داك الشغل تنحضر ديك الدواء للمحكمه، ملي كنرجع نخدم شي تيقول لي هذاك اللي خدام معاه تيقول لي ولدي راه ما بقى ما يدير سير تنعيطوا لك. ايت مرفع في الدعوي اخر مطاب درت محامي ب 3000 درهم قال لي اشد لك الدواء نفكك وهاد المسائل كاملين نحيدهم لك. قلت له الله يرحم الوالدين قال لي الدعوى كلها لصالحك وهذه وما تخلص حتى شي ريال وهذه. قلت له الله يرحم الوالدين ماشي مشكل مرحبا. عطيته ديك المبلغ ديال 3000 درهم ورفع لي الدعوى. في الاول كان كيقول لي الدعوى اللي كنت كديرها ولدي ديال الشقاق وكان يخرج لك فيهم 3 المليون 4 المليون ما عندك منين تخلصها، حيت المبلغ اللي طلب لي هو طلب لي 5000 درهم. عييت ما نطلب فيه بزز قسما بالله، عييت ما نطلب فيه باش خلى لي بهذيك 60، قال لي انا كنت نشد شي دعوى بهذا الثمن. هذا محامي معروف هنا في قنيطره. بقى عطيته ديك 3000 درهم شد لي الدعوى بقيت تنطلع دعوة، كل مرة كنطلع كل مرة كنطلع فيما يعيطوا لي شي لاضات تنطلع. والحمد لله كنت ديك الساعة بقيت باقي خدام بحال اللي ربي كان مسقم من ديك الجهة، بقيت خدام وخا كنطلع للدعوة ديال الجلسة مكنتش شي نهار الخدمة، لا رجعت لغت لي الدنيا هاني كنبقى خدام. ديك الساعة صافي ارتحيت واحد شوية، صافي تحكمات لي الدعوة. بديت نصوني له في تليفون المحامي ما كيجاوبنيش، وكنعطي الدعوة عاوتاني لواحد الأستاذة حتى هي معاه حتى هي ما كتجاوبنيش. طلعت للمحكمة ديال قاضي الأسرة في قنيطرة كنسول على راسي. الحاجة اللي كنت فاجأ بها هي داروا لي طلاق الشقاق هو اللي كان تيقول لي داك طلاق الشقاق يخرج لك يخرج لك، صدق هذاك طلاق الشقاق هو اللي دار لي وخرج لي مبلغ ديال 2 المليون إلا بغيت نطلق. اذا انا ما عنديش منين نجيب هذا المبلغ ديال 2 المليون، منين غادي نجيب لهم 2 المليون باش نطلق. رسالتي الاخيره، انا هذه القصه بزاف الناس بغيتهم اول حاجه ياخذوا منها عبره، ما يتيقوش وما يتصيدوش، ما يتصيدوش، خذوا من عبره بالشيء اللي وقع ليا انايا. ورسالتي الاخيره اللي كنقول انايا فعلا، انا ما طالبش الفلوس، ما طالب حتى شي حاجه بصفه نهائيه، حاجه واحده فقط، شي واحد يوقف معايا يفك لي الدواء ديال الطلاق فقط اللي طالب.